الفترة اللي فاتت حصل شوية تنسيق عام للإدارة. احنا جينا كان لنا رؤية، الرؤية لازم تتناسب مع هو ما هو مطلوب مننا طبقا لبرنامج عائلة النادي الأهلي. الحمد لله بدأنا نشتغل على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو العمالة، بعدين المحور الثاني إدارة الخدمات نفسها، والمحور الثالث اللي هو المطاعم والمنافس. بالنسبة للعمالة الحمد لله عملنا برنامج تدريبي للعمالة على تثقيف العمالة في النادي الأهلي إن هم يقدروا يقدموا خدمات إن شاء الله تكون خدمات فندقية، طريقة الخدمة وطريقة تقديمها للسادة الأعضاء في النادي الأهلي. الجزء الثاني بالنسبة لإدارة الخدمات الحمد لله عملنا إعادة تنسيق للشكل العام للنادي، عملنا إعادة توجيه وإعادة دهان وتغيير مقاعد في النادي زي ما حضرتك شايف كده. الحاجة الثالثة موضوع المطاعم، الحمد لله ضفنا حاجات كتيرة، ضفنا منافذ، ضفنا مطاعم جديدة، ضفنا حاجات زي سيدرا، زي اكسبشن، زي موفنبيك ايس كريم، عملنا الخيمة الرمضانية، الشاشة العملاقة، يعني عملنا حاجات كتير من دي حاجات من ضمنها. احنا لسه اللي قدامنا حاجات كتير جدا. اللي حصل ده جزء بسيط، ده كان اعاده تنسيق ومراقبه للجوده في المطاعم واعاده تنسيق للشكل العام للنادي. اللي جاي ان شاء الله هيبقى حاجه هتبقى اكتر احترافيه، الموضوع هيبقى منظم اكتر، هنحاول نحط كل حاجه في مكانها، هنحاول نزود عمليه التدريب للعمال والموظفين، نرفع كفاءتهم، نرفع كفاءه المكان، ندخل مجموعه براندات اكتر تقديم خدمات اعلى لاعضاء النادي الاهلي. انت عارف حرك اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه طموحين اكتر ان هم ياخدوا اعلى سيرفيس موجوده، وده ان شاء الله اللي احنا رايحين له باذن الله. بتخلي فعلا الناس تبقى جايه مبسوطه، تحس ان هي في منتجع زي ما احنا قلنا كذا مره، منتجع متنزه. النادي كمان والاداره التنفيذيه ومجلس الاداره موفر لنا الحاجات اللي احنا نقدم الخدمات دي للاعضاء. بالنسبه مثلا للخيمه الرمضانيه، الحمد لله الخيمه الرمضانيه لاقت اقبال كبير، مجموعة كبيرة جدا من كل الأماكن بقت تيجي الخيمة الرمضانية، استمرت على أعلى مستوى الحمد لله. موضوع الشاشة العملاقة طبعا ووجودها ده قدم برضو أحيا المنطقة الترفيهية الجديدة اللي كانت ما كانش حد بيجي لها الفترة القديمة. موضوع اللي احنا نبقى متواجدين في كل بقعة موجودة في النادي الأهلي ده كان جديد السنة دي. احنا كنا متكدسين في قدام المبنى الاجتماعي، لا الحمد لله الموضوع ابتدى ان احنا نبقى متواجدين في كل حتة الإدارة عملتها. ان شاء الله بوعدهم ان احنا موضوع مراقبة الجودة على المطاعم، نعرف ان المطاعم فيها عليها شغل كتير، عايزين نرفع كفاءتها وكفاءة العمال اللي فيها. اللي جاي موضوع اللي احنا نجيب حاجات عالمية اكتر ليها اسم في السوق، ده هيريحهم وده هيقدم لهم خدمة اكتر، ويبقى في فرايتز موجودة لكل الناس وكل القطاعات وكل الناس حسب الطبقات الموجودة في النادي.